تحب تتفرج عليها جوزيه مورينيو. كنت عايزين تتكلموا على ان انا بتكلم على جوزيه مورينيو ومنطقه مورينيو ما ينفعش الكلام ده، تمام انا معاك. دي الماتشات اللي بحب اتفرج فيها على مورينيو. ليه بقى بتقول لي بتحب تتفرج على مورينيو في الماتشات دي؟ اقول لك الموضوع بسيط. لما مورينيو بيلاعب فرقه مفترض ان هي مصنفه ضمن الكبار السنه دي وعندها طموحات وجايبه صفقات، فمورينيو هيكون بيدور على جانب يكتشف في الفرقه دي في مشاكل وفي نقط ضعف، فهيقعد يذاكر عليه وهيفكر ان هو يبدا بالمباراه علشان خاطر يحرج المنافس بتاعه في الجانب الضعيف بتاعه. وفعلا الراجل عمل كده النهارده، بلاعب تشيلسي بلعب ب 3 5 2. ليه يا مورينيو بتلعب 3 5 2؟ الموضوع بسيط، انا في الاطراف واسيب لعيبه تشيلسي تتخانق مع جوتسون فرنانديز شويه ومع موسى سوكو ومع تانج ديمبلي في نص الملعب. على الاطراف هحط سيرجيو اورينا ناحيه اليمين علشان خاطر باك سريع جدا، واحط كمان سيرجيو رجولون واحد من انجح الصفقات اللي ممكن يكون جوزيه مورينيو عملها مع توتنهام، والكلام ده مش عن فراغ ولا الكلام ده عن تنجيم. لما اتفرجت على سيرجيو رجولون الموسم اللي فات مع تشيبيليه واحد من اهم مفاتيح اللعب مع جوليان لوبيتيجي، فالسنه دي طبيعي جدا ان هو ينجح مع توتنهام وطبيعي جدا ان الراجل يكون ملفت للنظر. هتقول لي ما هو كنا الاول كان منه وسيزر اسبل كنت فسحه تفسيحه، ما تنفعش. اقول لك عادي يا معلم، مش مطلوب منك انك تكون اغلب الوقت واقف في الحاله الدفاعيه، خصوصا يعني ان انا بلعب ب 3 5 2 دي علشان خاطر اريك داير يغطي تقدمات ريجلون وكمان تانجي دومبل اللي جنبه على الخط يرجع يسد معاه علشان خاطر الراجل يزيد براحته وهيكون وراه تانجي دومبل وراه اريك داير. يعني مورينيو المفترض ان هو مغطيه دفاعيا علشان خاطر يزيد له هجوميا علشان الراجل معروف هو باك قد ايه هجومي قوي جدا، وبيلعب بالاثنين مهاجمين سيفن برجوين وجنبه اريك لاميلا. هتقدر تقول عليهم ان هم الاثنين كانوا مختلفين الشوط الاول، بس الاثنين تكتيكيا كانوا بيعملوا مورينيو عايزه. مورينيو كان عايز الاثنين دول يضغطوا على قلوب الدفاع بتاع تشيلسي علشان خاطر معروف كويس قوي ان اللعيبه بتاع تشيلسي دفاعيا مش عاليين قوي، لما تلاقي ان في اثنين مهاجمين ثابتين فهيخافوا من التقدمات والباكات هتحاول ان هي ترجع بسرعه جدا، فالباكات اساسا اللي هي مضغوطه على عن طريق الاطراف اللي قدامها والباكات اللي قدامها بتاع توتنهام اللي سريعه جدا، فهتلاقي ان في مشكله جوه ملعب تشيلسي. تشيلسي حتى معاه الكره الشوط الاول كان بيلاقي مشاكل كتير قوي في خلق الفرص. ليه؟ علشان خاطر اللعب كله على الاطراف وزحمه كلها على الاطراف ونص الملعب. هتقول ان هو كان فين الثلاثه اللي كانوا في النص؟ اقول لك ما الثلاثه اللي كانوا في النص كانوا بيحاولوا ان هم يميلوا على الاطراف شويه علشان خاطر دي نقطه قوه تشيلسي. نقطه ضعف تشيلسي بقى العمق. سيب تشيلسي باصي براحته في نص الملعب، سيب كوفيتيتش يرجع جورجينيو، جورجينيو يدور على مونت، مونت يحاول ان هو يدور على واتسون اودوي، وبعد كده نضغط كلنا ان احنا نلعب عرضيه لجورو. هتقدر تقول لي ان فرانك لامبرد غلط في ايه النهارده طالما انت مش عاجبك الفكره دي؟ اقول لك الموضوع بسيط، ما ينفعش انك تدي الموسم مونت ادوار احنا مبالغ فيها واحيانا بندي له حاجات اكبر من امكانياته، حتى لو الراجل امكانياته كويسه ولو الراجل فيه مستوى كويس قوي بيقولوا ان الراجل رايح ليه، بس ما ينفعش انك تعمل الكلام ده في وجود واحد زي كاي هافرتز، واحد من اغلى الصفقات اللي انت عاملها، ومفترض يعني تدي لكاي هافرتز ماتشات زي دي في الكارابين كاب حتى لو الفرقه خسرت ما عندكش اي مشكله، بس لما تفكر انك تدي المونت علشان خاطر تريح كايف ليه كده اساسا؟ بس مش دي المشكله. انا قعدت اقول هو ليه مخلي موسم مونت في الملعب؟ لحد موسم مونت عرفني هو ليه كان موجود في النهايه، ولقيت الراجل بيلعب ضربه جزاء غريبه جدا في النهايه علشان خاطر يتحب تشيلسي من البطوله، واقعد افهم في الاخر هو ليه كان بيلعب. بس المشكله برضه طب ليه واتسون اودوي كان موجود وكمل 90 دقيقه؟ برضه نفس الازمه. ليه؟ علشان خاطر الفرقه لما تقدمت وجابت الهدف الاول في الشوط الاول اللي هو كان مفترض انت متسيد الشوط الاول وتوتنهام بس بيلعب ديفنس ومستني ان انت تغلط علشان خاطر يعاقبك بالمرتدات، ما عاقبكش بالمرتدات وانت ما غلطتش ومع ذلك ما ابدعتش هجوميا. تيمو فيرنر بيقدر ان هو يصطاد واحده ويحطها حلوه قوي علشان خاطر يحسب الهدف الاول، مفترض انك بعد الاول يلا يا جماعه بقى نلم بقى نحاول نجيب الثاني، لا ما لمتش ولا حاولت تجيب الثاني ولا حاولت تعمل اي حاجه، فكالعاده استنيت للشوط الثاني علشان خاطر ربنا يسهل وتوتنهام بقى يطلع من الخطوط بتاعته علشان خاطر مضربهم بالمرتدات. طب تمام، توتنهام وصل لك الشوط الثاني، مورينيو قال لك 3 5 2 دي مش هتنفع، انا هحاول بقى ان انا خلاص انا البس الهدف الاول، احاول ان انا ابص على ايميل هولبرج بره وابص على هاري كين وعلى لوكاس مورا علشان خاطر ما عنديش غيرهم ان انا انزلهم. يعني الراجل مش بيختار، هي يعني مش حفله بره وفي دكه قويه، هو ما لقاش غير الثلاثه دول، يلا يا جماعه ننزل الملعب. نزل الرجاله الملعب، كنا مستنيين ان بص على كاي براهام لامبرد، بص على كاي موسى مونت تايه جوه الملعب. طب اقول لك حاجه، بلاش يا عم تطلع موسى، طلع هوتسون اودوي وخلي موسى مونت وكاي ايفرتز الاثنين مع بعض زي ما بتعملها. لا هو خلى الاثنين وقال لك انا اطلع بين جيرويل علشان خاطر الناحيه اليمين بيهاجموا، فراح منزل ايمرسون، فايمرسون هو سبب الهدف اللي لبسه، فعادي قلنا بلاش تلاتة عين ايمرسون. طب في نص الملعب نزل كانتي مكان كوفاتيتش، طب تمام كانتي وجورجينيو الاثنين مع بعض انت بتحاول تقفل عشان خاطر ما تلبسش التعادل. طب بالنسبه لان انت بتحاول تدور على الهدف الثاني، ولا هي المشكله بالنسبه لك ان انت مش عايز تلبس جون بس؟ طب ما تدور تجيب الثاني. لا انا ما بدورش، انا عايز ما البس جون. طيب تمام، بعد ما تلبس الهدف خلاص
الموضوع كان بالنسبه لك واضح. مستنيين ضربات الجزاء تيجي ليه بقى؟ عندنا حارس متالق زي مندي كان عامل جيم كويس النهارده، ومستنيين ان الراجل يصد له واحده او اثنين في ضربات الجزاء، ونطلع بقى نعصب فيهم ونقول حارس المرمى اللي هيشيل تشيلسي جه وهاجم معها ولسه جايبينه من رين والكلام ده، وكل كره يصدها الكاميرا تجيب كبه ويجيبوا جوتا تشيك عشان خاطر تشيك واحد من الناس اللي اختاروه. بس يا جماعه بالراحه، ده اول ماتش للراجل يا جماعه بالراحه، ماتش للراجل تمام، نهدى بقى ونستنى. تشيلسي في الاخر خسر اهو، ما صدش ضربات جزاء، والاربعه اللي لعبوا له في زاويه واحده تقدر تقول حاجه على الراجل؟ ما ينفعش. ليه؟ علشان خاطر ما ينفعش انك تقعد تطبل لحارس مرمى من اول مباراه ليه، لازم تهدى وتقعد تستقنية ثم تفكر. فلانك لامبرد عنده مشاكل النهارده؟ طبعا عنده مشاكل، ولسه نفس الازمات الدفاعيه هي هي، ولسه نفس الاخطاء الدفاعيه هي هي. مورينيو لعب له على حته ان انت بتلعب على الاطراف بس، وبتلعب على فيرنر، وبتلعب على راسه وضيع فاضل لك الاطراف. حتى فكر مع نفسي كده في الشوط الثاني، ولقيت ان تشيلسي عندهم مشكله وما عندهمش خلق فرص، والكلام ده كان موجود من الشوط الاول. قعدت اسال نفسي سؤال، مش مفترض ان هم جايبين لك كاي هيفرتز وجايبين لك حكيم رياش عشان خاطر انت نص الملعب السنه اللي فاتت كان بعافيه شويه، فازاي انت مكمل بنفس نص الملعب هو هو؟ يعني ازاي مثلا مستني ان نص المنطقه هيستراجع هينفجر بقى؟ طب تمام، رحت جبت ليه حكيم ورحت جبت ليه كاي؟ طالما انت عايز تحط كل حاجه على نص المنطقه، حتى ضربه الجزاء الخامسه ياخدها نص المنطقه، لو مفترض الحاجات دي بيلعبها جورجينيو عشان خاطر جورجينيو اعلى برود الدم في اللعيبه اللي عندك في الفرقه دلوقتي، فسيب جورجينيو الركله الاخيره. لا انا هديها لموسم، ليه؟ اصل انا عايز اعمل لعيب انجليزي عظيم. طب تمام، البس بقى انت اللعيب الانجليزي بتاعك، البسك في الحيط، ونقعد بقى نتكلم على صحيح الكلام بتاع فرانك لامبرد ممكن ما يكملش الدور الاول، نقعد بقى نتكلم على ان انت عندك مشاكل تكتيكيه في الثلاث ماتشات اللي انت لعبتهم علشان خاطر حضرتك مستني تعمل لعيب انجليزي عظيم. اعمل بقى يا عم لعيب انجليزي عظيم براحتك، مش تخسر حاجه يعني لو عملت لايك للراجل اللي بيتكلم معاك، مش عيب ولا حرام يعني.